حياكم الله حبيبتي المشاهدين، رجعنا لكم بعد ما شاهدنا فقرة فائدة الفواكه. راح ننتقل ياكم لفقرة خالية من المضمون، لكن اليوم تواجد يانا ضيف شاعر متميز. صباح الخير. صباح الخير عليكم وعلى كل مشاهدين قناة ديار الفضائية. حبيبي حياك الله، خلينا نتعرف حضرتك أكثر. الشاعر أحمد الناجي من محافظة البصرة. حياك الله. من مواليد 1998 ومتزوج ولدي طفل الحمد لله الشكر. ما شاء الله 98 متزوج. أيوة. ما شاء الله عليك، الله يحفظك ان شاء الله ويحفظ اطفالك. احمد، بدايتك الشعريه شو كانت؟ هي انا باعتقاد الشاعر من يولد من بطن امه هو شاعر، لان هي موهبه رب العالمين خليها بي. بس البدايات الفعليه يعني هو حسب خروجه للوسط الشعري. كانت دخول الوسط الشعري يعني سنه 2017 تقريبا هذا الحدود، يعني جديد. 2017 دخلنا الوسط الشعري، يعني قرينا، بدينا نقرا بالمنتديات، نحضر اماسي كذا. طيب انت من تاخذ من الشاعرين يعني انه دائما تسمع اشعاره او تاخذ فكره عنه انه تكتب اشعارك عن طريق شاعر معين لو انت من عندك؟ لا اكيد، هو خوف يعني التقليد ما ينجح، احنا يعني نعرف بالوسط اذا بس هو يبقى تاثر بالشعراء، يعني نتاثر احنا مثلا بقصائد اسماء، هاي الاسماء المعروفه يعني عريان سيد خلف، كاظم اسماعيل قاطع، المدرسة سمير صبيح، إيهاب المالكي، يعني هاي الشعراء السابقين بالتجربة كلهم نتعلم منهم ونحذوهم، يعني خطوات النجاح نتعلم من عندها دائما أكيد. طيب خلينا نسمع شيء من قصائدك اللي أنت كاتبها. يا عم إن شاء الله. أقول تلاقينا وسكت كل شيء، بس الحكي اللي ما ينقال سولفته بطرف رمشي، وطاحن مني مجبورات ضحكة وعافية ومشراقة وولايات وحجايات زعلانة بطرف شفتي، أنا ما سولف الواحد أسولف ويا خاصرتي، يرحت بمجرد راي ما تدري أنا مخليك نجمة مضوية فوق سماي، وما ظنيتك تبيع العمر جملة، اللي يطلع من سجن بس يلقى ناس أبعاد بيش تصبره وتأمله، وجن الكحلة متبدية وسواد عيون هاي الناس متعافي، أول مرة شوف إنسان إذا مراني نص الليل أحسن القمر طافي، يا ضحكة بشفة الشامت على دروبي، موسم مال طيحة ناس محبوبي، يا كل شي وصرت مو كل شي، انت أول سهم ظل يرقص بنعشي، يا الخليت نمحدب شايل لك خلق ناعور وانت تنقط بروح نقيط الحب، شا سولف والحكي يبزل، اللي يعثر موش نتلقاه بكلمة حل، وحاكيك بزعل بارد وترد من تلتفت لي ضيع شهرين العقل شارد، انا خلصا محطاتي بشطر واحد، انا جاير دسم عنك وجايب لك قصايدنا يردنهن يقرنك، يا ما حسبت بوداعي الجواب الفارغ انا اقراه دزه وما الك داعي، الرساله الفارغه من ايدك ابدلها بالف ساعه. سلامتكم حبيبي. حياك الله. خلينا نحكي عن المنصه الشبابيه الشعريه، هل هي متاحه اليوم لكل الشباب؟ يعني اليوم انت كشاعر وبديت بدايه في 2017، اليوم منحت فرصه انه تظهر على المنصه الشعريه الشبابيه مع القامات الشعريه. مع القامات لا، بدايات الشعراء الشباب يعني لازم هو اول شيء ينضم المنتدى او ملتقى معين، ينضم لهذا المنتدى من خلال يعني التقاء بالمنتدى يصعدونه يقرا، اذا قرا حلو يعني وشاعر وعنده قصائد حلوه، بعد تبقى دعوات تجي من مهرجانات يعني قطريه تصير او دوريه، يعني بالسنه احنا مثلا هسه احنا بالبصره عندنا اماسي نصف شهريه او شهريه مستمره، الاماسي مال المنتديات الملتقيات جلسات الاتحاد جلسات الرابطه، يعني على مدار نصف شهريه او اسبوعيه دائما تصير. طيب احنا نعرف انه الشعر الشعبي هي مدارس. اكيد. انت اي مدرسه؟ يعني هو طبعا هاي مال المدارس اكو يختلفون بها واكو يتفقون عليها. انت شنو رايك؟ يعني احنا عرفنا وسمعنا من سابقنا بالتجربه مظفر النواب هو المدرسة الوحيدة تتفرع منها فرعين، كاظم اسماعيل قاطع وعريان السيد خلف. الناس تقول يعني الشعراء السابقين بالتجربة يقولون كاظم اسماعيل قاطع وعريان السيد خلف أيضا هم مدارس، الناس تقول يعني سمير صبيح أيضا، فالناس والله أنا دا أقول لك على الشاعر الكبير سمير صبيح، أنا أقول لك أيضا هو يعتبر أنه بس مدرسة بس هو يعني بالأدب إحنا دارسين مال أساس علمي،
يعني المدرسة هي شيوع واتباع وكذا فقرة ما تحضرني متفرعة اي يعني متفرع. فعدنا احنا الوحيد وهما طبقهن ثلاث شروط ونظفر النواب يعني الباقين يتبعونه. طيب خلينا نسمع شيء احنا زراني خاطش انا اسف بس انا احب دائما الشعر انه اسمع دائما قصيدة جديدة القري اقول شايف من تغثك حيل دنياك وتعصر روحك وتكتب قصيدة من ما تلقى واحد يفهم البيك شايف من تغثك حيل دنياك وتعصر روحك وتكتب قصيدة من ما تلقى واحد يفهم البيك شخص يقرأ اللي بقلبك والتريده هنا تحس نقص بالدنيا وتحير تحكي المل للقلوب البعيدة للعافوك وحدك نص الأيام للضيعوك كلمة بنص جريدة للسولف وروحك للباعوك وحدك نص الأيام للضيعوك كلمة بنص جريدة للسولف وروحك يم القبور للبدلوك بالناس الجديدة وتظل تاكل بروحك والقلق بيك مثل الماي من ياكل حديدة هنا تعرف الزنجر قلبه بالشوق لكن روحه ما تقبل عنيدة هنا تعرف الزنجر قلبه بالشوق لكن روحه ما تقبل عنيدة وتظل تنطر الموت انتاني بالباب مثل عاشق نطر ساعة بريدة هنا تعرف الدنيا انسان مو ناس هنا تقرأ الرسائل صوت وإحساس بس دمعاتك تهبط لك الراس من تقرأ الأحبك مو أكيدة قلت لك من تغثك حيل دنياك تعصر روحك وتكتب قصيدة الله عليك الله يسلمك. طيب أنت شاركت بمهرجانات؟ مهرجانات على مستوى القطرية لا ما مشارك يعني عدي دعوة هسه يعني ببغداد اليوم هي بالمناسبة دعوة بالكرخ محافظات يعني قارب العمارة ميسان مسابقة صارت شاعر شباب العراق محافظة كربلاء هاي السنة شاركت بيها ووصلت مراحل متقدمة الحمد ما شاء الله. طيب شو أنت عينك مدمعة من قرأت هذا الشعر؟ أكيد هو كل قصيدة تنكتب على موقف على يعني صار وياك موقف وكتبت هالقصيدة؟ أكيد هي كل قصيدة موقف إلها قصة إلها فتشي لازم هي يعني القصائد تنكتب عن مواقف عن شعور. طيب هو كلمة الشعر جاية منين؟ نرجع عليها من الشعور شعور بالشيء صح هاي يعني مقتبس من هالكلمة. طيب صار شنو يجب تسمعين عن الأم عن الأب عن الأخ الأخت الحبيب شنو؟ والله هي دائما الأشعار أنا كلها أحبها يعني ايش تحبين عمود هو اليوم سمعنا هاي مرة ناشرين صور احنا واحد الاصدقاء ناشر صورة بالانستغرام نزلها فالولد منتبهين كلهم تحياتنا لصديق محمد نجم تحياتنا بس انا بالي بعيد يعني بالصورة داير وجهي كذا فهو معلق على كل واحد شكل وعلي معلق كاتب بالك وين فانا استهوتنا هاي المفردة يعني نزلت وياها قصيدة بالك وين اي قلت يعني جاوبته بالك وين انا قلت له يم النجمه البعيده اي يم الريل ذاتيه مواعيده يم صوره بقصيده وماكو صوت الله واسترسل الشاعر ما حد يعيده الله ذاك اللي عاندتني الروح وتريده ذاك اللي بينت لمعه معاضيده ذاك اللي من نشوفه توشل الخطوه ذاك العاف بير العين ما مره نشف دلوه ذاك العاف نتلوى العمر من يمشي لي قدام لا ترجعونا بالقوة الله النظرة من المشو بلوة النظرة من المشو تسوى الله عليك زين ذاك ما صفه بدار هسه ياهو ذاك يكتب عليه قصيدة حياك الله زهراء ليش تجون من دائما أكثر شيء شجعك يعني هم أنه زوجتك بهذا المجال كانت معارضة إن من دخلت المجال الشعر لا لا طبعا أنا عائلتي بصورة عامة زوجتي وبالبداية هم أهلي يعني والدي ووالدتي وإخواني كلهم يعني إحنا عائلة كلها تسمع الشعر تستهوى الشعر جزء العالم يعني ما تعرف فاشي بس إحنا عائلتنا كلها يعني تتنفس شعر تسمع دائما الشعر فأعرض أنا بداية أعرض قصايدة على والدي يعني أسمع والدي أسمع أخوي بالبيت هيك زوجتي دائما أسمعها قصيدة جديدة أسمعها أخذ أذواقهم ما شاء الله إيه اعرف انا اذواقهم حلوه فاخذ اذواق طيب انا جدا استمتعت طبعا الحلقه اليوم كلش مهمه ومميزه بوجودك ووجود الدكتور بس انا من هواة الشعر واللي دائما يسمع لي الشعر كلمه اخيره لك قبل ان نختم احنا نشكركم
على هذا اللقاء الجميل. أنا اللي أشكرك. يا بعد أمر الله. أتمنى لك توفيق وإن شاء الله أشوفك مراحل متقدمة وإن شاء الله أشوفك من النجوم اليوم الموجودين بالوسط الشعري. لكن اليوم أنا راح أترك الختام إلك، مو أنا راح أختم، أنت راح تختم بقصيدة بسيطة على مود الوقت. أقول عش طيور بروحك باني وقلبك حضره، جبت الشوق بكل أنواعه وقلبك حضره، يا ما دريت الشوق نعناع بسوق المعزة بسرعة ينباع، حاكين مرة وغير الأطباع طبعك يهز الريح مرات، بس يم حكيك كل نظرات وعيونك من بعيد حلوات، سولفتك للعش وخضر طير بروحه، يا ضحكاتك عيد وطفلة بنص مرجوحة، يا شهقة العشاق بالليل يا صفنة هموم الحمامين، شفت العسل من قصتك يسيل وتمعنيت أكثر بعد بيك الله. بس قل لي يعني شلون حاكيك كل اشترف خاف أنا بتشيك سهلة وحاكيتك بعيون ودارت هيك عيونك، وسولفت القلب يبلغهن كل ظنونك، وسلامتكم. شكرا لك، نورتنا اليوم. لا تتقصد. أحبتي المشاهدين، وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، كنت معكم في التقديم زهراء علي ويوسف الطائي. إذن أحبتي المشاهدين تقبلوا تحياتنا، نلتقيكم في حلقات أخرى، حتى ذلك الحين في أمان الله.